أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم اجمعين الى يوم الدين حديثنا في باب الاضطرار الى الحجه وأنه العقل يدل على لزوم ارسال الرسل، وأنه تجب اطاعتهم واتباعهم. الحديث الثاني في هذا الباب عن منصور ابن حازم يأتي إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ويذكر له حوارا دار بينه يعني بين منصور وبين مجموعه من الناس فيسال الامام يعني يسال منصور الامام عليه الصلاه والسلام عن كلامه هل هذا الكلام صحيح او ليس بصحيح والامام عليه الصلاه والسلام يصوب كلامه يقول كلامك صائب لان منصور ابن حازم كان من علماء الاصحاب ثقة جليل القدر وقد تربى في مدرسه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وبالنتيجه كلامه مقتبس منهم لكن مع ذلك أراد أن يتأكد من صحة كلامه والإمام أقره على ذلك ولا فرق في حجية كلام بين أن يكون صادرا عن الإمام أو أن يكون المعصوم أقر كلاما قاله الغير يعني أنت ذهبت إلى الإمام وذكرت حكما شرعيا الإمام يقول لك صدقت تقرير الإمام معنى ذلك ان هذا الحكم هو الحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وكذلك في الأمور العقلية لأن الاستدلال, الاستدلال على النبوة لا يمكن أن يكون بالنص إلا من نبي سابق وذاك النبي تكون نبوة ثابتة الاستدلال على اصل النبوة يكون بالعقل، ثم بعد ان يثبت اصل النبوة تثبت بالدليل العقلي نذهب إلى المصداق من هو النبي ونميزه عن غيره، بعد ان ميزنا ذلك النبي بعلمه وبمعجزاته نأخذ كل الدين منه في كل شيء في كل صغيرة او كبيرة، يعني مثلا رسول الله محمد صلى الله عليه واله كان رسولا من الله. في نفس الزمان في نفس الوقت كان رجل اخر اسمه مسيلمه تنبأ ادعى النبوه كذبا. لما راى رسول الله محمدا صلى الله عليه واله انتشرت دعوته وامن الناس به فطمع في الرئاسه فادعى النبوه. زي. إنسان يعيش في ذلك الوقت يرى رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله يقول أنا نبي ويرى مسيلم الكذاب وهو يقول أنا نبي كيف نميز الصادق من غيره الصادق مؤيد بالمعجزات وبالعلم الكاذب لا معجزة له وكلامه جهل وسفاهة فإذا ميزت الحق من الباطل تذهب إلى رسول الله محمد صلى الله عليه واله وتؤمن به، ثم تأخذ منه كل شيء، ما آتاكم الرسول فخذوه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. زين هسه منصور ابن حازم يأتي إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وهو الذي تربى في هذه المدرسة. يقول هذا الكلام أنا أذكره صحيح لو مو صحيح إن الله أجل وأكرم من, من أن يعرف بخلقه بل الخلق يعرفون بالله. قال صدقت هذا المقطع مقطع توحيدي بمعنى انه نحن كيف نعرف وجود الله سبحانه وتعالى؟ نعرف وجود الله بفطرتنا لان الله سبحانه وتعالى ركب هذه الفطره حينما خلق الانسان في عالم الذر وستاتي ان شاء الله روايات عالم الذر فطرة الله التي فطر الناس عليها كل إنسان بفطرته يدرك أن له ربه لذلك الآيات السماوية والأرضية المخلوقات العظيمة هذه ترشد إلى الفطرة لا بمعنى أن الله يحتاج لتعريفه الى هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى هو الغني عن عباده، لا يحتاج لتعريف نفسه إلى السماوات والى الارض، والى الآيات السماوية والأرضية. لا يحتاج إلى ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل في كل إنسان فطرة بفطرته يعلم ويعرف وجود الخالق. طبعا احيانا هذه الفطره يصير ركام عليها بسبب سوء التربيه، بسبب الولاده في مجتمع او من ابوين هؤلاء على منهج خاطئ، كما في الحديث الشريف: كل مولود يولد على الفطره. الا ان ابويه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هذه الفطره موجوده في كل انسان، لكن التربيه الخاطئه من الابوين او من المجتمع يسبب ان هذا الانسان يصير عابد صنم مثلا. لذلك كانت مهمه الانبياء الاساسيه في البدايه تذكير الناس بفطرتهم يعني يستخرجوا هذه الفطره. هذه الفطره التي تظهر نفسها في الازمات الصعبه التي يبتلى بها الانسان فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هؤلاء كانوا يركبون في السفن، السفن السابقه سفن شراعيه فاذا كانت تاتي العواصف والامواج تتلاعب بالسفينه كتلاعب الهواء بالريشه وكل لحظه يحتمل ان تنكفئ السفينه ويغرقون ويموتون ويعلمون انه لا ملجا لهم لا يتمكنون من اللجوء الى شيء ماكو امل هناك دعوا الله مخلصين له الدين هذه الفطره تظهر فيتعلق قلبه بالخالق لكي ينقذه لكن مع الاسف عندما يصلون الى البر اذا هم يشركون ينس ينسون ما كانوا يدعون من قبل فهذه الفطره هي التي تدل الانسان على وجود الله سبحانه وتعالى والايات السماويه والارضيه هذه الايات للتذكير لكي هذه الفطره التي نسوها تظهر كما قال سبحانه وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق فالاساس في معرفه الله ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي المعرفه في قلوب الناس بالفطره التي جعلها فيهم نحن لا نعرف الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، الله اجل من ذلك. نحن نعرف الله سبحانه وتعالى به. وانما المخلوقات تذكرنا بهذه الفطره. والا المعرفه انما هي من الله سبحانه وتعالى. فالله اجل ان يعرف بمخلوقاته. الامام يقول له صدقت. وإنما الخلق يعرفون بالله الخلق يعرفون بالله يعني أنت تنظر الناس المختلفين من هو النبي منهم من هو الصادق في ادعائه النبوة في ادعائه الإمامة معرفتك بالصادق منهم عن الكاذب إنما هو بالله سبحانه وتعالى بمعنى ان الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى المعجزات فتعرف انه الصادق. الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى العلم تعرف انه الصادق، اما الذي لم يعطه الله سبحانه وتعالى المعجزات، ولم يعطه العلم، كان جاهلا، تعلم بانه كاذب. فاذا الله اعلى من ان يعرف بخلقه. في 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 الدعاء هناك يوجد دعاء يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مناج مجانسه مخلوقاته يا من دل على ذاته بذاته هذا البعض يعبرون عنه ببرهان الصديقين. الأنبياء يعرفون بالله، يعني بالعلم الذي أعطاهم الله بالمعجزة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. فقال صدقت. معرفة النبوة عن طريق معرفة الله سبحانه وتعالى، زين. الآن نأتي إلى المرحلة الثانية. هل هناك ضرورة في أن يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء؟ هل هذا من الحكمة من الواجب؟ في الحلقة الماضية ذكرنا حينما نقول يجب على الله ليس هذا تكليف لله فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وإنما عندما يقول يجب على الله في المتكلمين يذكرون هذا في كلامهم بمعنى أن الأمر الذي يتطابق مع الحكمة. والله سبحانه وتعالى حكيم الشيء الذي يخالف الحكمة لا يصنعه. وانما يصنع الشيء الذي هو متطابق مع الحكمه هذا هو المقصود بالوجوب على الله سبحانه وتعالى هل من الحكمه ارسال الرسل ايضا منصور بن حازم يقول للامام الصادق عليه الصلاه والسلام انا قلت هكذا الإمام يقول صدقت. دليل لزوم إرسال الرسل. زين أنت المرحلة الأولى التي هي معرفة الله سبحانه وتعالى. هذه المرحلة الأولى تجاوزتها يعني عرفت الله. بس المعرفة بمعنى أن الله موجود هذه لا تكفي. ما هي صفات هذا الرب انت تعلم بان هناك خالق بفطرتك لكن ما هي صفاته هنا تشغل عقلك وايضا تستعين بفطرتك هذا الرب منزه عن النقائص هذا الرب له الاسماء الحسنى محلى بالكمالات ومنزه عن النقائص فاذا هو ليس فيه نقص ولا يفعل القبيح ولا يرضى بالقبيح هو كمال ويفعل الاعمال الحسنه ويرضى بالافعال الحسنه هذا ايضا بالفطره الانسان يعرف هذا الامر طبعا القران الكريم دل على ذلك بس احنا الان في مرحله اثبات النبوه الدليل العقلي النقل ياتي ويرشد الانسان الى هذا الامر العقلي ارشادات فطريه الادله القرانيه والبراهين القرانيه اللي هي حول وجود الله سبحانه وتعالى وحول ما يرتبط بالانبياء هذه ارشادات فطريه ترشد الانسان الى ما اودعه الله سبحانه وتعالى في فطرته. الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ان تشكروا يرضه لكم. فالدليل العقلي يقول إن هذا الرب محلى بالكمالات، منزه عن النقائص، لا يفعل القبيح، يفعل الحسن، لا يرضى بالقبيح ويرضى بالحسن، فله سخط وله رضا، زين، ما هي الأشياء التي هي مرضية لله سبحانه وتعالى؟ وما هي الأشياء التي توجب سخطه؟ هناك بعض الامور ايضا اودعها الله سبحانه وتعالى في فطره كل انسان. انت تعلم العدل حسن. تعلم الظلم قبيح. هذا كل انسان انت روح من صدر البشريه الى يومنا هذا في اي قوم في اي مكان في اي زمان تسالهم يقولون ان العدل حسن الظلم قبيح. حتى الذي يظلم إذا هو ظلم تشوفه منزعج وإذا تمت إذا أعطي حقه بالعدل تراه فرحا لماذا؟ لأنه هو لا أيضا فطرة الظالم أيضا له فطرة لكنه سحق فطرته بقدمه إذا الله سبحانه وتعالى له رضا وسخط بعض الأمور بالفطرة الإنسان يدركها لكن كثير من الأمور الإنسان بالفطرة لا يدركها لا يعلم أن هذا حسن هذا قبيح لأن علم الإنسان لا يستوعب كل شيء ولذا تشوف بعض الأقوام يستقبحون شيئا وأقوام آخرين لا يستقبحون ذلك الشيء اقوام يستحسنون شيئا واقوام اخرين لا يستحسنون ذلك الشيء خاصه في عالم اليوم نشوف في بعض الامور هناك كلام طويل بين الناس في الاعلام الاتجاهات الفكريه المختلفه الاجهاض حسن لو قبيح مثلا العمل الكذائي حسن لو قبيح كثير من الامور لا يدركون حسنها او قبحها والحسن والقبح امور واقعيه هذا بحث اخر عقائدي ان شاء الله نذكره لاحقا حول هناك امور حسنه عقلا قبيحه عقلا قد ندركها نحن وقد لا ندركها ياتي الشرع يكشف لنا عن حسنها وعن قبحها فيامر بالحسن وينهى عن القبيح يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هناك اكو امور هي في الواقع منكره ياتي وينهانا عنها هناك امور حسنه ياتي ويامرنا بها زين احنا الامور التي لا نعلمها، لا نعلم حسنها، لا نعلم قبحها، الله يتركنا هكذا وهو يتمكن من ان يرشدنا الى ما هو صالحنا ولا ينقصه شيء. يعني بالفطره احنا ندرك اذا واحد لا يعلم بقبح شيء وانت تعلم بقبح ذلك الشيء وتتمكن من ان تذكر له، اذا ما تذكر له هذا قبيح مثال جدا مبسط لاتضاح الفكرة إذا أنت تشوف واحد أعمى دا يسير في طريق وأمامه بئر هو ما دا يشوف هذه البئر لا يراها وإنما دا يتقدم وبعد دقائق أو بعد قليل سيصل إلى هذا البئر وأنت تتمكن من أن تحذره أن أمامك بئر لا تسقط في هذا البئر حرف طريقك اذا انت تتمكن من ان تقول له ولم تقل له مشى الى ان سقط في البئر، الا يذمك العقلاء؟ الا يعاتبونك على ذلك؟ وحتى نفس هذا الاعمى اللي وقع اذا بقي حيا الا ياتي ويعاتبك؟ يقول انت كنت قد رايت اني اعمى لا ارى أمامي الخطر وأنت كنت تتمكن من أن ترشدني لماذا لم ترشدني؟ زين الله سبحانه وتعالى هو منزه عن النقص خلق الناس هناك أمور قبيحة لا يعلمون بقبحها إذا ما بينها إلهم هذا خلاف الحكمة وهذا قبيح والله منزه عن القبائح فلذلك الله سبحانه وتعالى يبين للناس هذا البيان عن طريقين. الطريق الأول أن يوحي إليه آدم على نبينا وآلِه وعليه الصلاة والسلام الله خلقه أول بشر أوحى إليه الشريعة وعلم آدم الأسماء كلها. فلان من أبناء آدم هذا ما إلى قابلية تلقي الوحي لأنه كما ذكرنا تلقي الوحي بحاجة إلى مرتبة عالية وهذه المرتبة العالية تحتاج إلى اصطفاء إلهي الله سبحانه وتعالى اصطفى قليلا من الناس الأنبياء والأوصياء وسائر الناس ما اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فكيف يوصل اليهم الشريعه؟ عبر الرسول. فالله يبين للناس ما ينبغي ان يفعلوا، ما يجب ان يفعلوا، وما ينبغي ان يتركوا او يجب ان يتركوا. يبين لهم اما بوحي اليهم اذا كانوا انبياء. واما بارسال رسول، يعني يوحي الى الرسول والرسول يبين للناس "وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون"، ليس كل الناس رسل كما أنه ليس كل الأنبياء ليس كل الملائكة ليسوا كلهم ليسوا كلهم رسلا البعض منهم الله يجتبي منهم اجتبى جبرائيل ليكون رسولا واجتبى بعض الأنبياء ليكونوا رسلا حسب ما في بالي قرأت في بعض الأحاديث أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرين ألف نبيا والرسل منهم بضع آلاف يعني عيسى رسول أما يحيى لم يكن رسولا وإنما كان نبيا زكريا كان نبيا ولم يكن رسولا لكن النبي الرسول إما حسب ما في بالي أربعة آلاف واحد من الأنبياء أو ثمانية آلاف والباقي من مية وأربعة وعشرين ألف هؤلاء كانوا أنبياء لم يكونوا رسلا ونفس هؤلاء الأنبياء الرسل الانبياء الرسل بعضهم كانوا ائمه وبعضهم لم يكونوا ائمه مثلا ابراهيم كان رسولا نبيا اماما واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما وبعضهم لم يكونوا ائمه وهذا تفصيله سياتي في الابواب اللاحقه في طبقات الرسل زين احنا علمنا ان الله سبحانه وتعالى له رضا وله سخط فيبين للناس اما بوحي مباشر اذا هذا الانسان الله اصطفاه وجعله نبيا واما عن طريق الرسول سائر الناس يعني الان نحن الله سبحانه وتعالى امرنا ونهانا ولكن باية طريقه؟ عن طريق الوحي الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله والرسول محمد بين لنا الأحكام الشرعية ووصلتنا هذه الأحكام الشرعية عبر الرواة وأكثرها وصلتنا عبر الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام زين أنا الآن بعقلي وفطرتي علمت بأن الله سبحانه وتعالى لم يتركني هكذا خلقني وتركني وانما عقلي وفطرتي دلتني على انه من الحكمه ان يبين لي زين انهم لم يوحى الي لم يوحى الي شيء لكن بفطرتي ادرك ان هناك من اوحي اليه لازم اروح ادور حتى القيه الله حينما ارسل الرسل وان من أمة إلا خلا فيها نذير جميع الأمم في الأرض الله سبحانه وتعالى أرسل فيها نذير هسه هذا النذير إما رسول في تلك الأمة مثل عيسى في بني إسرائيل مثلا وإما نبي في أمة وإما وصي نبي وإما شخص جاء من طرف النبي يعني يمكن النبي يرسل ناس مبلغين مثل ما ارسل عيسى عليه الصلاه والسلام مبلغين الى انطاكيه. اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون حسب ما في بعض التفاسير عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام ارسل هؤلاء الثلاثه الى انطاكيه، كانوا رسل عيسى لا انه كانوا انبياء. أو رسل من الله سبحانه وتعالى الرسل عيسى كانوا مبلغين أرسلهم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يعني جميع البشرية الآن في شرق الأرض وغربها في طول تاريخها الله سبحانه وتعالى جعل فيهم نذيرا لأنه إذا لم يجعل فيهم نذير الحجة لا تكمل زين هذا الإنسان بعقله يعلم بأنه لا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد بين رضاه وسخطه ما ينبغي ان يفعل او يجب ان يفعل وما ينبغي او يجب ان يترك. زين هو في منطقه لم يصله التبليغ. لازم هو يروح ويروح يحقق يدور لعل الله سبحانه وتعالى ارسل نبيا لكن مثلا الملا من القوم المشركين جعلوا طوقا حول هذا النبي. جعلوا اصابعهم في اذانهم. نشوف تاريخ الانبياء كثير من الانبياء قومهم حاربوهم جعلوا طوقا عليهم بس نشوف تاريخ النبي محمد صلى الله عليه واله في مكه الرسول كان ينتهز فرصه مجيء الناس الى الحج لان الحج كان من السنن ابراهيم التي بقيت في العرب في الجاهليه فكان يستثمر هذه الفرصه للتبليغ فحينما كانوا ياتون يقرا لهم القران عليهم القران والبعض كان يتاثر فيسلم البعض يتاثر ويعاند والبعض لا يتاثر زين المشرفكين شافوا هاي مشكله فلذلك عندما كان الناس ياتون الى مكه كانوا يحذرونهم يتهمون الرسول صلى الله عليه واله ويقولون إذا وصلتم إليه هذا كلام فيه السحر فضعوا أصابعكم في آذانكم كما فعل المشركون هذا في بالنسبة إلى الأنبياء الآخرين فإذا أنت في منطقة لم تصلك دعوة نبي لازم أنت تروح تدور على هذه الدعوة صحيح الأنبياء هم حسب ما في بعض الروايات طبيب دوار بطبه لكن بالنتيجة محاربة الجائرين وحدود الحركة قد في بعض المناطق لم تصل الدعوة، لازم انت تروح تحقق تروح تدور. زين، انت ذهبت الى ان وجدت مدعيا للنبوة. مو كل مدعي تصدقه وانما تحقق. كيف تحقق؟ تشوف المعجزة عندك معجزة أرني معجزة إحنا عندنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة آلاف معجزة ظهرت على يده الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه المعاجز زين أهم معجزة هي القرآن الكريم التي كانت في زمان الرسول ومستمرة الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها معجزة والعلم إذا رأيت العلم والمعجزة تعلم بأنه نبي فتؤمن به، أو إذا هو وصي نبي يرشدك إلى النبي فتؤمن بذلك النبي. هذا جزء من الحديث حول النبوة، ثم يأتي الجزء الآخر حول الإمامة إن شاء الله في حلقة قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.